علاج المشتاق نبض القلب يمون همتهم بتشيل. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير اعزائي المشاهدين، نرحب بكم من جديد في هذا اللقاء الخاص ضمن لقاءات هذا البرنامج الوطني الكبير كفاءات الأردن. ضيوفنا كما عودناكم من كبار متفاعلي الخدمات الطبية، وزارة الصحة والنقابات والعيادات الخاصة والمستشفى الخاصة. طبعا احنا الآن موجودين في العاصمة عمان وتحديدا في منطقة الشمساني بضيافة سعادة الدكتور مصعب المومني، أخصائي جراحة الكلى والمسالك البولية وعقم الرجال وأمراض الذكورة والمسالك البولية للأطفال. والمزيد من التفاصيل بداية، وأنت غني عن التعريف دكتور، مساء الخير. نعرف سأل المشاهدين بحضرتك أكثر. مساء النور أخي العزيز، أنا أولا شاكر لزيارتكم لنا. أنا الدكتور مصعب المومني، أخصائي المسالك البولية والكلى، الآن أعمل في عيادة خاصة في عمان. أنا خريج جامعة العلوم والتكنولوجيا في الطب والجراحة، ثم خضعت لبرنامج التدريب والإقامة في مستشفى الجامعة الأردنية، ثم غادرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عملت تدريب في المسالك البولية والمسالك البولية للأطفال، ومن ثم عدت إلى الوطن الحبيب للعمل هنا. نعم دكتور، يعني نهذا السنة المشاهدين بداية تعريف ما الفرق بين العقم وعدم القدرة على الانتصاب؟ صحيح، أشكرك على هذا السؤال. الآن دائما إحنا مرضانا بخلطوا بين الموضوعين. الآن في عنا القدرة الانتصابية للرجل أو الانتصاب عند الرجل أو القدرة الجنسية عند الرجل، هذا الموضوع مختلف تماما عن القدرة الإنجابية. يعني إحنا ممكن نلاقي شخص عنده القدرة الانتصابية سليمة إلا أنه القدرة الإنجابية متأثرة، والعكس صحيح. الآن الفرق بينهما أن الانتصاب هو العملية الجنسية ووجود فعليا انتصاب في العضو الذكري كافي للعملية الجنسية وحدوث النشوة عند الزوجين. أما القدرة الإنجابية فهي فعليا تعتمد على الحيوانات المنوية الموجودة في السائل المنوي، فبالتالي خروج السائل المنوي حتى لو لم يكن بعملية جنسية ممكن أحيانا يصير عند المريض قذف بدون انتصاب، ولكن هذا بيكون ممكن أن يعمل حمل وإنجاب عند المريض. نعم دكتور، يعني الطب تطور بصورة كبيرة جدا، ما الجديد في هذا الاختصاص؟ الآن احنا خلينا نقسم الموضوعين لشقين. يعني الآن بالنسبة لعقم الرجال احنا نحكي عنه بشكل أكبر، احنا في عقم الرجال نتعامل مع العديد من الحالات. الحالات نتعامل معها هي فعليا حالات إما قلة في عدد الحيوانات المنوية أو ضعف في حركة الحيوان المنوي، وأحيانا بعض التشوهات في الحيوانات المنوية المرافقة لبعض الالتهابات في المسالك التناسلية العميقة عند الرجل. الآن إيش الجديد في هذا الموضوع؟ إحنا الآن بنقدر نعمل فحوصات دقيقة للكشف عن بعض التغيرات في الحيوان المنوي اللي ما بكشفها الفحص التقليدي، وبالتالي إحنا بنقدر نعالج هذه التغيرات بطرق حديثة من أجل تحسين القدرة الإنجابية عند المريض. بالنسبة للموضوع القدرة الجنسية عند الرجل، بالنسبة للقدرة الجنسية عند الرجل آخر أو أحدث طرق العلاج للانتصاب هي فعليا الدعامات. الآن إحنا عندنا القدرة أن نزرع دعامة في القضيب، سواء الدعامة المرنة أو الدعامة القابلة للنفخ، وهذول الدعامتين فعليا حلوا المشاكل عند كثير من المرضى اللي كانوا يفقدوا الانتصاب في الماضي. نعم دكتور، الآن نتحدث عن هالعيادة، أبرز الحالات اللي تراجعكم بهذه العيادة بشكل يومي؟ احنا صحيح عيادتنا بنتعامل مع حالات عديده، بنقسمهم خلينا نحكي بشكل عام الى عيادات، الى حالات لها علاقه بامراض المسالك الشائعه اللي هي الجنرال يورولوجي او المسالك العام، اللي هي بنستقبل حالات حصل كلى، حصل مثانه، حصوات الجهاز البولي بشكل عام، امراض تضخم البروستات وامراض التهاب البروستات، بالاضافه الى بعض سرطانات المسالك البوليه. الحالات الاخرى اللي بنصير نقسم فيها، احنا بنشوف جزء من حالاتنا بيكون امراض جنسية، سواء الامراض المنقولة جنسيا او حتى امراض ضعف الانتصاب،
وبنشوف حالات عقم الرجال كثير. يعني بيجينا عدد كثير مرضى في عندهم مشاكل في الحيوانات المنوية وإحنا بنساعدهم في تحسين جودة الحيوانات المنوية، إذا بدنا نسميها تحسين جودة الحيوانات المنوية وتحسين القدرة الإنجابية. الشق الآخر من العيادة عندنا هو المسالك البولية للأطفال. صحيح إنه هذا جزء كبير من 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 عيادتنا، إحنا بنشوف حالات الأطفال الآن بواقع إنه أنا عامل زمالة أمريكية في المسالك البولية للأطفال، فإحنا جزء كبير من مرضانا هم فعلياً أطفال عندهم مشاكل في الجهاز البولي. الآن هاي المشاكل هي تقسم إلى عدة أقسام، في المشاكل الخلقية التي تصيب المسالك البولية للأطفال مثل الخصية المهاجرة، الخصية المعلقة، التهابات البول المتكررة الناتجة عن الارتجاع البولي أو الارتداد البولي، توسع حوض الكلية، أحيانا في المصطلح الطهور الملائكي أو اللي احنا بنسميه الإحليل السفلي أيضا بنشوف مجموعة من هاي الحالات. الأمراض الأخرى اللي بنشوفها عند الأطفال اللي هي لا علاقة لها بالتشوهات هي أمراض اللي هي اعتلالات التبول بشكل عام، سواء كانت تبول ليلي لا إرادي، تكرار تبول في النهار، مشاكل الإمساك برضو بنشوفه عندنا في العيادة المرتبط مع مشاكل البول. فهي يعني بشكل عام هاي جزء كبير من المرضى اللي بنشوفهم في العيادة. بالتأكيد دكتور، ما مدى أهمية يعني الزيارة الوقائية والدورية للطبيب يعني ولو كل 6 شهور مرة أو كل سنة مرة بالذات بعد عمر 40 للرجال؟ ويعني شو بننصح انه عند اي تغيرات سواء بالمثانه او بموضوع القدره الجنسيه او شيء، مدى اهميه المراجعه المبكره؟ والله اخي العزيز انا الصحيح اشكرك على هذا السؤال، لانه احنا في هذا الجزء من العالم في منطقة الشرق الأوسط وبلادنا بشكل عام إحنا مهملين في هذا الموضوع شوي. الآن برا في 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 أمريكا مكان ما أنا كنت أشتغل وأتدرب، فعليا كان في عنا الدكتور العام أو البرايمري كير بروفايدر، هذا الطبيب العام كان هو مسؤول عن متابعة المرضى وعمل الفحوصات الدورية، وبالتالي نكتشف الأمراض مبكرا ونعالجها مبكرا. الآن عنا في بلادنا شوي إحنا مقصرين في هذا المجال، لذلك إحنا ننصح المرضى طبعا بشكل عام إذا لاحظت أي تغير على البول عندك، أي تغير في لون البول، إذا صار أحمر البول، صار في دم في البول، إذا حسيت أنه في حرقة، تقطيع في البول، تقطير، شعطان، أي تغير على البول، أنا بنصحك تراجع عيادة المسالك البولية، لأنه لازم ندور على السبب ونعالجه. بالعادة علاج المشكلة في بدايتها أسهل بكثير من أن نستنى لما يصير مضاعفات ونعالجها لاحقا. الآن فعليا للرجال تحديدا بعد عمر 40 سنة هنالك فحص هرموني احنا بنعمله للكشف المبكر عن سرطان البروستات. احنا فعليا سرطان البروستات في بلادنا احنا بنشوفهم حالات متأخرة، بكون انتشر للجميع أنحاء الجسم. الآن احنا فعليا نعترف انه الآن في العالم في خلاف على موضوع هل نعمل الفحص كل سنة ولا كل 3 سنوات ولا اصلا نبدأ بعمله كل بعد عمر 40 للرجال، لكن فعليا انا اعتقادي الخاص انه يجب عمله بعد عمر 40 لانه لازم نكتشف الحالات مبكرا ونساعدها في العلاج. طبعا عشان ما نخوف مرضانا، احنا بالعادة في كثير من حالات سرطان البروستات بنشخصها عند المرضى صحيح، لكن بيكون علاجها فعليا مراقبة، لأنه بنكون نعتقد أنه سرطان البروستات هذا ما راح يأثر على المريض فمنتابعه بشكل دوري، لكن فعليا اكتشاف المرض في بدايته مفيد جدا بالنسبة لنا وبساعدنا في علاجه بشكل جيد. دكتور، السياحة العلاجية بلشت تتحسن بالأردن بعد فترة ركود، ودول من دول متقدمة سواء خدمات طبية ومستشفيات خاصة والعيادات الخاصة، شو بنحكي لأهلنا وأصدقائنا في دول الخليج العربي والمغرب العربي حول أنه العاصمة عمان أو الأردن هي المكان الأرض الخاص للسياحة العلاجية؟ الآن صحيح هو موضوع السياحة العلاجية جزء لا يتجزأ من عملنا. إحنا اولا صحيح انه الاطباء في الاردن من اكفأ الاطباء في المنطقه وحاصلين على تدريب في افضل المراكز العالميه، وهذا بيخلينا احنا واثقين من انفسنا انه احنا بنقدر نقدم الخدمه العلاجيه الامثل لجميع المرضى، سواء كانوا طبعا مواطنين من الاردن او حتى زوار لبلدنا الغالي من خارج الاردن. الان فعليا المؤسسات الموجوده عندنا سواء كانت الخدمات الطبيه، القطاع الخاص بشكل كامل، كلنا نتعامل مع الحالات بكفاءة عالية وبمهنية عالية، ومنساعد المرضى يعني قد ما نقدر انه نوصل للتشخيص الصحيح وبالتالي العلاج الصحيح. انت عارف انه فعليا العلاج مش مشكلة لما نعرف التشخيص، احنا فعليا البحث عن التشخيص مع مرضانا هو اللي بيكون يفرق خلنا نحكي
بدي احكيها طبيب عن طبيب اخر او حتى بلد عن بلد اخرى في القطاع الطبي. نعم دكتور، ما هي طموحاتك او الرؤيه المستقبليه لك بهاي المهنه الساميه والانسانيه؟ الآن فعليا الطموحات كبيرة إن شاء الله، والطموحات في منها أشياء لها علاقة بالمهنة بشكل عام. إحنا في الأردن عندنا القطاع الطبي بشكل واضح إنه هو يعني خلينا نحكي في كونفليكت، في خلاف بين الشعب المواطنين والأطباء. دائما هم بيكون المواطن حاسس حاله إنه هو الطبيب، هو والطبيب على 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 خلاف، كل واحد منهم قاعد في طرف. فعليا انا اللي بطمح له انه نوصل على علاقه مع مرضانا، انه نكون احنا في نفس الخندق. فعليا احنا في نفس الخندق، انا لما يزورني مريضي على العياده بنقعد ونتحدث ونتواصل مع بعضنا، حتى بعد العياده بيقدر اي مريض يتواصل معنا، لانه العلاقه توافقيه. احنا قاعدين في نفس الخندق، مش انه الطبيب قاعد في برج العاجي والمريض قاعد في مكان اخر مش قادر يوصل طبيب. فهي هاي جزء من المشكلة. الآن احنا برضو بنطمح انه توصلنا التكنولوجيا الحديثة في كثير من المجالات الطبية اللي الآن فعليا برا البلد موجود. الآن احنا بنحكي عن كثير من جراحات سرطان البروستات، كثير من الجراحات قاعدة بتتحول الى جراحة الروبوت، واحنا للأسف في الأردن ما عندنا لسه روبوت، نأمل الحصول عليه قريبا حتى نقدم خدمة افضل ترقى بمستوى الخدمة اللي بنقدمها الآن وتكافئ الخدمة اللي بحصل عليها المريض في الغرب حتى. بالتأكيد دكتور مصعب كما تفضلت، يعني تبقى هي المسؤولية مسؤولية مشتركة، وجلالة الملك دائما يدعو إلى دعم الشباب، دعم جميع المبادرات ودعم الطبي. بالتأكيد منكم أستمد العطاء أعزائي المشاهدين من أقوال جلالة سيدنا. ونختم بمقولة المشهورة بالتأكيد، أرفع رأسك أنت أردني. بالتأكيد همات الأردنيين النشام أمثالك الدكتور مصعب المومني دائما مرفوع عالية أينما حلوا. احنا بنحييك على هذا الاستقبال وهذا اللقاء والمشاركة بالبرنامج، أتمنى لك مزيد من النجاحات والإنجازات. شكرا جزيلا دكتور. شكرا لكم، وشكرا لكم على هذه المبادرة اللطيفة اللي بتساعد فعليا الكفاءات الأردنية انها تستمر، وبتمدها بالأمل وانها تستمر وتعطي اكثر لهذا البلد. شكرا جزيلا. الاحترام. شكرا جزيلا. شكرا.